كان فرج البنوني يرجع الكرة أو يصلح الخطأ اللي كان وقع فيه زميله. الآن المصلي، المصلي يفتح الكرة وهدف، مر الكرة وهدف عن طريق العمامي، هدف عن طريق عبد الرحمن العمامي. هدف وشاهد الإعادة، هدف خامس لمصلحة فريق الأهلي بنغازي. شوف الإعادة، انطلاقة، تسديدة وارتماء غير موفقة من أحمد الحوتي. شوف الإعادة، كرة معاكسة تماما الاتجاه اللي كان فيه، نتيجة اللي سجلها